طيب خلاص، يبقى احنا عرفنا اهو جانكشن بوكس اند اهو جانكشن بوكس والباي باس دايت. كلمه باي باس دايت جرانتي الضمان بتاعها ذا مديول، تمام، فري اوف اوفر هيتنج. يبقى ايه اللي بيحصل نتيجه تاثير الهوت سبوت؟ ان اللوح بيسخن. يبقى الهوت سبوت افكت ايه؟ لو حد سالك ان في ظلال على اللوح، في ظلال على اللوح، تمام، دي بتعمل ايه؟ بتعمل تاثير سلبي على اللوح. يعني لو اللوح ده او الحته دي مثلا جه عليها ظل مبنى او شجره، الحته دي بيحصل فيها سخونه عاليه جدا قبل ما يتحرق اللوح، او بدل ما اللوح تحصل فيه سخونه عاليه ويحصل فيه مشاكل، المفروض التيار ده بيرجع من خلال البصبرات اللي احنا قلنا عليها دي، ويروح مارر في مين؟ مارر في الجنكشن بوكس اللي ورا، من خلال الباي باس دايود. من خلال الباي باس دايود. يبقى تاني، الباي باس دايود يعني ايه؟ ده دايود عكسي موجود لحمايه الالواح من تاثير الهوت سبوت. والهوت سبوت بتيجي من فين؟ من خلال مين؟ الظلال. طبعا انا بقول لك ان الموديولز بتاعتنا، طبعا اي حد بيقول كده اكسلنت بيرفورمانس اندر لو لايت انفايرومنتال، تمام، سواء كان في المورنينج ولا في الايفنينج ولا في الكلاودي. هو بيقعد يقول لك اللوح ده بتاعنا شغال في كل الاحوال، في الصبح، في الظهر، في الظروف الكلاودي، تمام، لو في غيوم ولا بتاع ده. طبعا الكلام ده كله ايه يعني، ما بيبقاش يعني كلام شركات بتبيع يعني، ده بيديبند على بقى الافيشنسي بتاعت اللوح والكفاءه بتاعته والماتيريال اللي مصنوع منها. الجرانتي بيرفورمانس بيقول لك والله بدي لك 10 سنوات 10 ييرز مانيفاكتشرنج وارنتي، وفي 12 ييرز وارنتي 90% باور اوت بوت، دي اللي هي ايه؟ نون لينير. وفي 25، طبعا ده من احد مشاكل الالواح دي، ان هو بص شايف 25 يبقى بيدي لك 80%، ده بيقول لك ان اللوح بعد 25 سنه هيبقى كفاءته انا اضمنها لك 80 ايه؟ 80%، تمام؟ طيب الفري مديول ريسايكلينج ثرو ذا الممبر شيب، لو حد عامل اشتراكات ممبر شيب، تمام، يقدر يتعامل معاك او يتواصل معاك بسهوله يعني. التشوزنج توب راي، طبعا انا ابدا اتكلم بقى على التوب راي، ان هي والله بدات مش عارف من 1992 واخده شهادات الايزو 9001 و14001 والكلام ده كله ايه؟ خاص بالشركه. بعد كده تدخل بقى الشغلانه بتاعتنا المهمه، بولي كريستالاين فوتو فولتيك موديول. ادي السيل بولي كريستالاين، الخليه كام؟ 15.6 من 10 سنتي، اللي هي تعتبر 6 بوصه، لان البوصه كام يا شباب؟ البوصه 2.54 من 100 سنتي، 2 في 6 دي ب 12 وشويه، ولا 54 او نص، 2.5 في 6 هتلاقيها تطلع ب 15. بعد كده كاتب لي النمبر اوف سيل 60 عباره عن 6 في 10، الدايمنشنز اللي هو طول متر و60 والعرض اهو كان هناك 100 وشويه، ده 9 9 يعني، ده متر الا 8 سنتي، تمام، او 8 مش عارف كام، دي 8 مللي، تمام. فلازم تاخد الدايمنشنز صح اهو، العرض ومدي لك الطول اللي هو مسميهم اي بي سي هنا، اي اول واحده اللي هي الطول، بعد كده العرض، بعد كده 40 مللي يعني 4 سنتي اللي هي مين؟ التخانه او السكنس، تمام، بتاعت هذا اللوح. التخانه اهي جايبها لك اهي، ادي اي ودي بي ودي سي، التخانه اللي هي ايه؟ 40 مللي، خلي بالك يعني 4 سنتي، تمام. وده شكل اللوح فرونت من الامام، وده شكل اللوح من ورا عشان يوضح لك اهو الجانكشن بوكس اهو. تعالى نكبر دي كده، بص كده اهو، ادي طول اللوح الاي متر و60، بعد كده عرض اللوح جايب لي، بعد كده لازم يجيب لي الخط ده معناه تخانه اللوح، بعد كده جايب لك اللوح من غير الفريم، يعني شايف الطول ده كله او العرض ده بكام مع الفريم اللي هو المحيط الالومنيوم اللي بيحوط على البي ان جنكشن. جايب لك من الداخل بقى الكريستاله كام، وجايب لك هنا دايمنشنز بتاعت النقاط، النقط دي بتاعت التثبيت اللي انا بثبت منها دي، بيبقى فيها مسامير، تمام، تقدر تربط منها اللوح. جايب لك هنا اهو الدرين هول اللي قال لك انا بعمل درين هول، دي فتحه لو نزلت المطره الميه تطلع من هنا، تمام. في هنا برضو هولز، الهولز اللي هو ممكن يربط فيها مثلا يركب فيها كابل التأريض وهكذا اهو، لا هحط الجراوندنج هول يعملها فتحه في جسم الالومنيوم ده نفسه عشان تركب فيها كابل التأريض. بقى كده المهم عندي اهو، ادي البوزيتيف وادي الكابل وادي النيجاتيف، تمام. طول الكابل 90 سنتي اللي 900 مللي، تمام. النيم بليت بيقول لك بيبقى مكتوب اسم اللوح ومواصفاته، وادي الجنكشن بوكس اللي احنا قلنا فيها ايه؟ الباي باس فلتر بتاعي اللي بيحميني لما يكون في عندي ظلال. يبقى انا كده ايه، شفت الجزئيه اللي فوق دي،
شفت شكل اللوح ده، الشكل الميكانيكي او بيسموها الميكانيكال دروينج، اللي هو بيديني اليفيشن اللي هو المسقط الامامي، والجنب اللي هو السايد اليفيشن، والخلف بتاعي اللي هو الرير. يبقى انا قريت هنا السيل تايب بولي كريستالاين وكل خليه الدايمنشن بتاعها، تمام. بعد كده النمبر اوف سيل، بعد كده الدايمنشن بتاع اللوح كاملا، اي بي سي، الطول والعرض والارتفاع، الوزن 19 كيلو جرام، كان اللي فات 14 كيلو، كان اخف منه طبعا. كل ما يكون الوزن خفيف بيبقى افضل طبعا. فرونت جلاس، الماده المعالج بيها، الجلاس الامامي اهو عباره عن 3.2 من 10 مللي، لو ايرن تمبرد جلاس، نوع من انواع الجلاسز، تمام. في انواع كتيره جدا للجلاسز، المهم ان هو يبقى مصقول في الاخر عشان ما يمسكش فيه من التراب او الغبار. الفريم اهو نوع من انواع الالومنيوم الوي، الايونايزد الومنيوم اللي هو الاطار الخارجي. الاي بي شايف هناك كان حاجه و60 64، ده 65 تمام. ويز باي باس دايود، لازم يكون هنا راكب فيه باي باس دايود. الكونكتور زي ما شفنا في الشرح من اول محاضره اسمه ام سي 4 اللي هو ذكر في انتهى ميل وفي ميل. الكيبلز طبعا بتاخد واخده اختبارات اليو تي بي او التي يو في قصدي. اللينس بتاعها هو كاتبه هنا اللي احنا قلنا عليها 90 سم، وهو عباره عن كابل 4 ملم، خلي بالك ده السلك، دخلنا السلك 4 ملم. بعد كده دخلنا على الالكتريكال كاركترستكس، حفظناها. الموديول ده في منه 135 بتباع، في منه 240، في منه 245، في منه 250 وهكذا. خلاص حفظنا الكلام. الماكسيمم باور ات اس تي سي ده بيطلع، ما خلينا في ال 250، بيطلع 250. الشورت سيركت كارنت 8.8 من 10، الاوبن سيركت فولتج 37.2 من 10 فولت. الماكسيمم باور كارنت اللي احنا سميناها اي ام بي بي 8.62، ولاحظ ان ال 8.26 دي اقل من 8.8 من 10، لان دايما اقصى تيار اللي هو الاي شورت سيركت، واقصى جهد الدي اوبن سيركت. الافيشنسي بتاع السيل افيشنسي، كفاءه الخليه 17، شايف هناك كانت 16 مثلا، في حاجات دلوقتي في ال جي بيقول لك 21 22. الموديول افيشنسي 15 وشويه. في طبعا هنا الخليه تمام كفاءتها وكفاءه الموديول، غالبا بتبقى كفاءه الخليه لما طبعا يدخل فيها الخليه دايما بتبقى اعلى من الموديول، لان الخليه كفاءتها عاليه. بعد كده بيدخل الافيشنسي بتاعت الكابلات والتوصيلات والكونكشنز اللي بتبقى موجوده، والتركيب بتاع اللوح كاملا. فانت بتاخد الافيشنسي بتاعت الخليه، بتاخد الافيشنسي بتاعت اللوح، بس الكفاءه اللي بتدخل معاك في الاخر في الحسابات كفاءه اللوح الكليه اللي هي 15 وشويه دي. الباور توليرانس زي ما قلنا ممكن تبقى موجب وسالب، او ممكن تبقى موجب بس وصفر سالب عشان يضمن لك. ده في حاله الاس تي سي اللي هو 1000 وات على المتر المربع، 25 درجه سيليزياس، الاي ام بواحد ونص. هنا طبعا بيديني الان او سي تي عند 800 وات، عند 800 وات على المتر المربع، وتبقى درجه الحراره اللي هو بيشتغل عليها احنا سميناها ان او سي تي، اللي احنا سميناها ايه، نومينال اوبريتنج سيل تمبريتشر، زي ما شفنا في الشرح تمام. بيقول لي والله كانت هناك بيقول لك 45 او 46 او 47، هنا مثلا بلس نيجاتيف 3 درجات، نفس الارماس عند واحد ونص. بيدي لك شايف اللوح ده كان بيطلع 250، لما قلل الريديانس ودرجه الحراره زادت، بيت شايف بيطلع 183 183، فقلت قلت كام؟ قلت 17 و50، ادي 67 وات فرق نتيجه اختلاف الريديانس، بدل ما 1000 بي 800 وات على المتر المربع، ودرجه الحراره الاوبريتنج بتاعتنا عند 47 بلس نيجاتيف 3% درجه، تمام. بقى كده التمبريتشر كاركترستيك اللي هي بتاعت الان او سي تي، لحظه بس اقول دكتور معلش، لحظه بس اقول طيب واسالني تمام. التمبريتشر دي واخدها من الان او سي تي نفس الكلام. وبعد كده مدخل معانا حاجه اسمها معاملات التغيير نتيجه تغيير درجه الحراره اللي بيسموها تمبريتشر كوفيشن، تمام، في الباور وفي الفولتج او سي وفي الكرنت. بعد كده كاتب الباكينج كونفيجريشن اللي هو لو انا عايز ابعت لك كونتينر تمام مليان مثلا الواح والكلام ده، البيسز بير باليت والباليت بير كونتينر، وعددها ممكن ابعت لك كونتينر فيه كام حبه والكلام ده عشان الشحن. بقى كده جايب لي هنا الباور بتاعتي والكرنت والفولتج، لو انت شايف هنا ده علاقه بين الثلاثه دول، بيديني تمام بيسموه الكرنت فولتج والباور فولتج كيرف، عشان يبدا يديني الكاركترستكس بتاعتي. بعد كده السيستم انتجريشن بارامتر اللي هو بيقول لي والله ده ممكن يبقى متناسب لحد كام، لو انا وصلت مجموعه من الالواح او الماكسيمم سيستم فولت، زي ما قلنا يعني انت لو وصلت مجموعه من الالواح اقصى جهد ممكن توصل له 1000 فولت، وده بناخده في الديزاين.
الماكسيمم سيريس فيوز اعلى تيار في حاله السيريس 16 امبير، الماكسيمم ريفرس كارنت اعلى تيار في حاله التيار العكسي اللي هو بيسموه الريفرس كارنت 21 امبير و5 من 10. بعد كده الانكريز سنو لود اللي هو بتاع السنو نفسه بتاع الجليد حسب ال 61 215 هنا 5400 باسكال. بعد كده الاوبريتنج تمبريتشر اهو درجه الحراره هنا بص كاتب لك من سالب 40 لحد موجب تمام 85% ينفع يشتغل اللوح، بس خلي بالك لو انت هتشتغل في درجات حراره اعلى من ال 37 تمام لازم تبدا تاخد التمبريتشر كوفيشنت بحيث كل ما ترفع درجه حراره بتنزل في الماكسيمم باور سالب 47 من 100 كل كلمه. النمبر اوف باي باس دايود في كام دايود جوه البوكس اصلا؟ دي في ناس بتحطها برضه يقول لك هي عندي اثنين باي باس دايود ثلاثه سته تمام، ده المهم يحميني من الظلال، ده النمبر اوف باي باس دايود. لازم تفتح بقى الباي باس الجنكشن بوكس وتشوف بقى الباي باس دايود دي تمام الموجوده داخل الجنكشن بوكس والكابلات، ودي السيرتيفيكيت و كواليفيكيشن اللي واخدها الشركه. ومهم جدا اهو كاتبين هم الناس الموقع بتاعهم، خد الموقع ده كده اهو تمام كوبي بيست، او لو انت ممكن في مواقع بص كده تيجي تضغط عليها في البي دي اف نفسه راح ايه موديك على الموقع. لو عايز تكلم حد في السيلز اهو تمام تبدا تدخل عليه مباشره، دخلت اهو هنا رحت جاي تمام. احنا كنا فاتحين ترينا دي نفتح حاجه تانيه جديده اهو، ممكن نكتب اهو توب ريز يروح مدخلك على الموقع بتاع توب ري سولار، وتبدا بقى ايه تشوف البرودكتس اللي احنا كنا بنتكلم عليها او غيرها يعني. ابدا شوف بقى ايه ابدا الف في الموقع زي ما قلنا اي موقع ممكن يبقى عربي انجليزي معظمها شركات صينيه، ابدا ادخل كده اكتب انجلش او اضغط على انجلش هنا تمام تتحول كل القوائم لانجلش. ده امر لا محاله منه، معظم الشركات صيني فانت هتتعود بقى على الشغلانه لما تدخل الموقع دي كتير. دور بقى اول حاجه على ان تخلي كل الايكونز انجلش زي ما خلاص اباوت اس عن الشركه البرودكت خلاص حفظنا القصه خلاص يا شباب يعني قلناها في الانفيرت على البطاريات هنعمل نفس القصه. وكونتاكت اس وسائل التواصل زي ما قلنا ادخل اعمل ليهم لايك واشترك في كل حاجه وادخل على اللينكد ان واشتغل بقى عليهم. الدور الباقي عليك انت بقى ايه تدخل وتظبط الدنيا داخل الشركات دي شوف تمام الدنيا ماشيه ازاي. الباشمهندس اللي كان بيسأل اتفضل معلش. الحين الموديل بينتج يعني زي ده اللي اخذناه بينتج تقريبا 250 واط صح؟ يعني واحد حسب بقى هذا او ده مثلا اهو حلو ايوه يعني في الساعة ولا في اليوم كامل؟ الحتة دي مهمة جدا قصة احنا لما بنيجي نشتغل، حتى كان في واحد عامل جروب كده واحد بيسألني امبارح يقول لي الجنريتور مثلا المولد بتاع الكهرباء ده مكتوب عليه كذا وات. خلي بالك انت يعني لو ركزت في الموضوع هتفهم القصه من غير ما اشرحها ازاي. انا اول حاجه قلتها لك في عندي باور وفي عندي انرجي، دايما الانرجي دي عباره عن الباور في الزمن تمام. معظم الشغل بتاعنا سواء كان في التوليد في اي حاجه بيبقى بير اور، يعني انت هتلاقيها مش كيلو وات مثلا مينت، كيلو وات سكند، كيلو وات بير داي، كيلو وات بير مانث، كيلو وات بير يير، لا هي كيلو وات اور. يعني الكلام ده بينتج يعني ايه بالساعه. انت بقى ما بتقيسش في الحسابات بالكيلو وات بس، انت بتقيس ساعه. والحته دي كل مره بشرح برضو الكورس الناس بتلخبط فيها. انا اللي بتحاسب بيه في شركه الكهرباء زي ما قلت لك انا مشغل كشاف، الكشاف ده 250 وات شغلته 4 ساعات يبقى انا استهلكت مش 250 واط، استهلكت 4 في 250 ب 1000 واط اور. انا بتحاسب بالكيلو واط اور يعني الانتاج اللي بينتج من اي برودكت بير اور خلاص. فمهمه جدا الحته دي عشان ناس كتير حتى في الجنريتور العادي بتاع الديزل حتى في المحطات بتاعت التوليد بير اور تمام. حسب بقى عدد الساعات اللي انت بتشغل فيها اللوح تمام تضرب بقى في عدد الساعات. يعني هنا احنا بنحسب الشمس بتبقى موجوده مثلا لمده 6 ساعات 8 ساعات 10 ساعات، طبعا مش من اول ما تطلع الشمس من الساعه 6 بتدي لك الاريديانس عالي والكلام ده، ممكن تلاقيها لحد الساعه 8 لسه الدنيا بتتظبط يعني والاريديانس بيطلع ضعيف. من 9 للساعه 3 تمام هي دي اللي فيها الشغل الكويس، يعني من 9 الصبح 3 ساعات لحد 12، وبعد كده من 12
بينزل الكيرف لحد الساعه 3 العصر، بعد قبل 9 ومن بعد 3 العصر بيبقى الريديانت قليل. فاحنا في الحسابات حتى بتاعتنا ممكن ناخد، بيبقى كل بلد ليها طبعا بيسموها الاتونومي اللي هي ساعات الشروق بتاع الشمس المتوسطه، مش هقول لك الدقيقه يعني، تمام؟ ممكن تبقى 6 ساعات، 7 ساعات، 8 ساعات، وهكذا. في ناس بتبقى مثلا الاستفاده منها زي الدول الاوروبيه بيبقى مثلا 4 ساعات، 5 ساعات. في ايام ما فيش اصلا الشمس بتبقى غايبه خالص، ما بيبقاش في عنده اصلا ساعات استفاده من الشمس. انا عايز الناس تسال، عايز الناس تسال ممكن النهارده سؤالك في بشكل الالواح، أسرع؟ اسال اي حاجه في الالواح. انت ديك شفت داتا شيت وشفت شرح، اسالني. ممكن سؤال يا باشمهندس لو سمحت؟ ايوه اتفضل اتفضل. الاوبريتنج تمبريتشر بتاعت اللوح ايوه مكتوب 47 درجة مئوية بلس ماينس 3 درجات. ايوه ال 47 دي المفروض تكون درجة الحرارة في الشمس. يعني ايوه درجة، حضرتك عارف إن درجة الحرارة اللي موجودة اللي بتتقاس بيها في العوامل الجوية هي درجة حرارة الظل. فممكن درجة حرارة الشمس مثلا في المملكة العربية السعودية توصل ل 55 و60. صح هل في ألواح تقدر تستحمل لغاية 55 و60؟ اهو، ده تحت مكتوب، ده سؤال مهم جدا اهو. الاوبريتنج تمبريتشر لازم، مش على فكره مش كل الناس بتكتب الحته دي في الالواح، لازم تدور عليها. الرينج ده مهم جدا، يعني انت ممكن ما اعرفش اللوح اللي فات مش مكتوبه فيه، في الواح لازم تبص رينج يعني عارف ده لو اخره 40 او لو اخره 50 كان ممكن ما ينفعش هنا في السعوديه، تمام؟ الحته دي اللي سأل عليها مهمه جدا، لان انت لو انت استشاري واحد لسه استشاري وانا بتاع كهرباء او بتاع ميكانيكا وجاني تقديم بتاع الواح والكلام ده، لو ما بصيتش في درجات الحراره زي ما بقول لك، كل درجه حراره ارتفاع بيحصل تمبريتشر كوفيشنت، تمام؟ التيار طبعا معروف يعني، يعني احنا كلنا مهندسين كهرباء، تمام؟ دايما التاثير السلبي لدرجات الحراره يخلي التيار يزيد، شايف هنا يعني تلاحظها، المفروض كان حد سالني فيها دي، دايما هنا تلاقي التيار بالبوزيتيف فهيزيد. ما انت هو لما تيار اي مكنه او اي معده بيزيد، ده حاجه كويسه ولا حاجه وحشه؟ ده حاجه وحشه يعني، حاجه سيئه، تمام؟ يعني انت لما تجيب دايره كهربائيه بتشتغل بواحد امبير وتجيب دايره كهربائيه باتنين امبير، مين افضل لك؟ اللي بتشتغل بواحد امبير، لان اللي بتشتغل بواحد امبير بتستهلك او بيمر فيها تيار اصغر، فالكابلات مساحتها بتبقى مساحه مقطع الكابل اصغر، ما بيسخنش والكلام ده. فالتاثير السلبي لدرجه الحراره دايما، وحطها لو ما كنتش عارف او ما كنتش مركز في الشرح، انا ما قلتهاش، تاثير درجه الحراره مهم جدا جدا، وبيظهر تاثيره ان التيار بيزيد والجهد طبعا بيقل، المحصله الكليه ان الباور بتقل بمقدار سالب 47 من 100% لكل كلفن. طبعا انت عارف ان 273 سيليزيوس زائد السيليزيوس زائد 273 بيدي لك الدرجه ايه؟ كلمة. فالشاهد ان درجه الحراره لازم اشوف يا اما اوبريتنج تمبريتشر الرينج بتاعها، يعني هنا في الشتاء بتوصل مثلا بالسالب كذا مره، في الشتاء بتوصل سالب 3 سالب 4 مش عارف كام، تمام؟ فلازم ابقى عامل حسابي ان هي بتبقى اقل، يعني لو قال لك انها اخرها مثلا 20 مش هينفع هنا اللوح ده في الشتاء، ما انت مش بتركب اللوح ده في الشتاء وبتشيله في الصيف، لازم تشوف اقل درجه حراره واعلى درجه حراره. ودي لو مش موجوده بقى وانت استشاري شاطر وحد قدم لك تقديمه، كلم الشركه مباشره، يعني الشركه دي شركه ترينا سولر، ابعت لهم والله.